بيصلي، جه واحد كلمه وهو بيصلي، كيف يكون تصرفه؟ هل يشير بيده ولا يعني ما يردش عليه خالص؟ أورد البخاري، طبعا بنفهم من كلام البخاري أولا إذا كلم ويصلي أشار بيده واستمع، مش كده؟ يبقى ذلك إيه؟ جائز. أورد البخاري حديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الركعتين بعد العصر. الوقت احنا عندنا ثلاث أوقات يكره فيها الصلاة، من بعد شروق الشمس إلى أن تصير الشمس مقدار رمحين أو ثلاثة، يعني حوالي من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. قبل صلاة الظهر مباشرة عندما تكون الشمس في كبد السماء، ساعة ما تزول، يعني أنت وأنت واقف كده ما تلاقيش نفسك ظل، تلاقي الظل تحتيك عليه في كبد السماء، ساعة ما تزول تلاقي لنفسك إيه؟ ظل طولك، ظلك الظل طولك، ده موعد صلاة الإيه؟ الظهر. اسمها إيه؟ وقت الإيه؟ الزوال، عشان الناس بيفكروا الزوال اللي هو غروب الشمس. الزوال يعني زالت الشمس منين؟ من كبد السماء ومالت ناحية الإيه؟ الغروب، الغرب. طيب، الوقت الثالث اللي هو من بعد العصر إلى صلاة الإيه؟ إلى صلاة المغرب. فبتقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما. طب أنت نهيت عنه وبتصليهم؟ فتعجبت هنا، قالت: وكان عندي نسوة من الأنصار فأرسلت إليه الجارية، فقلت، أي أم سلمة للجارية: قومي بجنبه، أي بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، قولي له، تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. يعني مش فاهمة، يعني عايز أفهم الموضوع ده. فإن أشار بيده فاستأخري، لو شاور لك ابعدي عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال، يعني لما خلص صلاته وعاد إلى بيته، قال: يا ابنة أبي أمية، أبوها يعني، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني كان بيعمل إيه؟ بيقضي إيه؟ السنة، خد بالك، بيقضي السنة. طيب، خلينا الأول نقف على الحديث من حيث الحركات. المصلي في صلاته، العلماء قسموا الحركة إلى خمس حركات: حركة واجبة، وعكسها المحرمة، مش كده؟ وحركة مستحبة، وعكسها إيه؟ مكروهة، مش كده؟ وحركة إيه؟ مباحة. طب إيه الحركة الواجبة؟ واحد عايز يعدي قدامك وانت بتصلي، بتمد ايدك عشان ايه؟ دي حركة، مش حركة ولا ايه؟ حركة عشان ايه؟ تخليه لا يأتي. واحد لابس قميصه وحط العباية، وبعدين افتكر العباية دي كان شايل الواد الصغير بال عليها، ولسه في ايه؟ رطوبة كده، ونسى ان هو يعملها ايه؟ يرش عليها مية، يخلعها؟ يخلعها، وله في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه جبريل فأخبره أن نعليه فيه خبث. عمل النبي صلى الله عليه وسلم خلعه، مش كده؟ والصحابة لما شافوه بيخلع خلعهم كمان، لكن هو صلى الله عليه وسلم قال لهم اسألوا الأول، يعني إن جبريل أتاني وأخبرني أن إيه؟ أن في نعلي خبث. هذه الحركة اسمها الحركة الإيه؟ الواجبة. واحد بيصلي وما يعرفش القبلة فين، فمر واحد من أهل البلد، من أهل المدينة، من أهل المحلة، فقال له: لا يا أخي، أنت إيه؟ تعال يمين شوية كده، اتحرك ناحية اليمين، لف نفسك. فتحرك ناحية اليمين،
هذه حركة إيه؟ واجبة. حركة واجبة. طب والحركة الواجبة دي بتفسد الصلاة؟ لا لا تفسد الصلاة، ده الإنسان بيثاب عليه، بيثاب عليه. الحركة المحرمة يمكن احنا مش بنشوفهم هنا، اللي بيروح الحج بيشوف الحاجات دي كتير قوي مش كده؟ بتشوفهم الحاجة كده يعني فاضل شوية ويحطوا له فتة ويقعد ياكل، هذه ليست صلاة أصلا، هذا عبث، هذا عبث. الحركة الزيادة هذه بتبطل الإيه؟ بتبطل الصلاة. بعض العلماء حددوها ثلاث حركات زيادة، على ثلاث حركات زيادة من غير ضرورة، افهم الموضوع ده، زيادة ثلاث حركات يعني من غير إيه؟ ضرورة. يعني لو في واحدة بتصلي وابنها واقف على الكرسي هيقع من الشباك مثلا، وهي لو جرت عند الشباك قدامها ست خطوات وطلعت تجري ومسكته، هل صلاتها باطله؟ لا، لانها لايه؟ لضروره مش كده؟ يبقى من غير ايه؟ من غير ضروره. يتحرك الحركات الايه؟ الكثيره هذه من غير ضروره. الا ان العلماء قالوا، بعضهم ردوا عليهم قالوا لهم ازاي بس ثلاثه؟ اللي يحدد شيء يجيب الدليل، اللي يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة يجيب لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل منه أو من الصحابة. فخرجوا من الموضوع ده بإيه؟ قالوا إذا رآك من لم يصلي فحسبك ألا تصلي فصلاتك باطلة. يعني واحد واقف تشوفهم أنت اللي بيصلوا الحركات، خطفة التنيجر دول اللي محسين إن هم يعني ما شاء الله يعني عايز يخرم الارض ونازل ساجد بينزل كده بالايه بالبوكس كده، هذه حركات محرمة، حركات ما تنفعش في الصلاه. روح اتفتون على واحد في سنك، انما القوي القاهر احتل نفسك وانت واقف قدامه. فهذه الحركات ان زادت ورآك من لم يصلي فحسبك انك لا تصلي فصلاتك ايه؟ بطله. لان الاصل ايه؟ بيخشع مش كده؟ مش الراجل اللي كان عمال يلعب في لحيته ده وعمال يلعب في نفسه كده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه سيبوه ان خشع قلبه خشعت ايه؟ اركانه اي جوارحه الاعضاء. لو قلبه مع ربنا يبقى تلاقيه مستكين كده، انما بقى شغال في حاجات تانية الله يعينه. يعني المستحبة زي ايه؟ واحنا بنصلي دخلت لقيت الامام بيصلي والناس واقفين ما خدتش بالي ان في مكان فاضي، فعملت انا مكان لوحدي، صليت انا في الصف من ورا يعني. وبعدين ظهر لي وانا بطلع كده، وده جائز تطلع في الامام مش كده؟ جائز وان كان يتنافى مع الخشوع، فوجدت مكان فرجه. او انا بصلي لقيت واحد عدى من قدامي لعله اتنقض وضوءه ولقيت المكان امامي، ممكن اتحرك واروح اسد هذه الخلل، هذه الفرجه؟ سيدنا ابن عباس كان بايت عند خالته ميمونه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هو كان بايت عندها عشان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه بالليل. خد بالك كان عنده 12 سنه، تخيل انت الذكاء المبكر ده، 12 سنه راح بايت عند خالته في بيت النبي في الليله بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. قال فقمت للصلاه، فقام النبي للصلاه، فاقمت في ايه؟ في ناحيه يساره، فأخذني وحولني إلى الإيه؟ إلى جهة اليمين، إلى جهة اليمين. يبقى حركة مستحبة ولا مش مستحبة؟ مستحبة هذه. طب الحركة المباحة، ساعات الواحد عنده حركة لا إرادية كده، لا إرادية مثلا كده، بس ما تكونش إيه؟ كثيرة، لأن الكثيرة قلنا إيه؟ تبطل، تكون حركة يسيرة، حركة يسيرة. دليلها ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشيل امامه بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيصلي بالناس امام، فتخيل انت هو الله اكبر وشايلها طفله، ولما يجي يركع ولما يجي يسجد يحطها جنبه ويسجد وبعدين يجي لها تاني عشان ما تتفرحش وتضيع الصلاه مش مظبوط. فهي حركات اسمها الحركه الايه؟ اليسيره. لكن الحركه هذه الحركات الايه؟ المباحه. الحركة المكروهة
اللي هو حركات لا تصل الى حد الزياده، الى حد الزياده، لكن بتبقى ايه يعني، واحد دخل مصلي ومشمر كمامه كده، وبعدين افتكر ده الحاجات دي سيدنا النبي قال ارسلها، فقعد بقى ايه، وبعدين قال لك ايه، اظبط الايه التيشيرت كده والكرافات واظبط هذه مكروه، هذا مكروه. قف امام الله سبحانه وتعالى واستعد قبل ان تدخل الى الايه، الى الصلاه. طيب الحديث الذي بين يدينا بناخذ منه ايه؟ ان الاشاره في حد ذاتها ما فيهاش حاجه، انا بصلي وابني بيصرخ وكملت، ما فيهاش شيء، صح؟ سالني حد مثلا هذا، سالني انت شايل مش عارف ايه في ايه، مش عارف ارد، مش كده؟ فقال انت شايل ايه في المكان الفلاني، اشاره لا شيء فيه، مش كده؟ لا تبطل الصلاه هذه. اثنين، موضوع قضاء السنن، قضاء السنن، هل يجب قضاء السنن ولا لا يجب قضاء السنن؟ الموضوع الثاني اللي هو الصلاه في اوقات الكراهه، العلماء ابو حنيفه وابن حنبل ومالك منهم من حرم ومنهم من كره الصلاه في وقت الكراهه. ما حكم ذلك؟ نعم، ما حكم بذلك؟ نعم، لا حكم بذلك، لان بيبقى الشيطان حاطط دماغه قرنيه عند غروب الشمس، لان في اقوام كانوا يعبدون الشمس في ذلك الوقت، فالشيطان يطلع كده عشان يهيئ لاتباعه ان الناس بيصلوا له، بيخدعهم برضه، مش كده؟ وانه كان يقول سفيهنا على الله ايه؟ شفطه. في ناس بتتخدع كده، وبرضه في الجن زي البشر. الا الامام الشافعي له قاعده مهمه جدا، يقول كل صلاة لها سبب تؤدى ولو في أوقات الكراهة. هذه القاعدة، كل صلاة لها سبب تؤدى ولو في أوقات الإيه؟ الكراهة. يعني مثلا أنا معتاد أصلي الصلوات السنن، وبعدين حصل لي ظرف معين زي ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، ولم أجد وقتاً إلا بعد صلاة العصر يجوز أقضيها؟ يجوز عند الشافعي. دخلت المسجد قبل المغرب، هل يجوز أصلي تحية المسجد؟ عند الشافعي كل صلاة لها سبب. المالكية أجازوا شيء واحد في السنن، سنة الفجر، سنة الصبح فقط، تؤديها ولو في أوقات الإيه؟ في أوقات الكراهة. احنا قلنا ايه كمان؟ انا نسيت السؤال الثاني، انا قلت سؤالين. قضاء السنن، قضاء السنن احنا قلنا قضاء السنن، قضاء السنن كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب افرض ما قضاهاش، انا علي واجبة او مستحبة لا بأس فيها؟ لا، هي ليست واجبة، لا تؤجر، بس ان فعلتها اخذت ثوابها، ويوم القيامة تدخل وراء سيدك النبي صلى الله عليه وسلم انت كنت تتمثل به، وإن لم تفعلها لا تأخذ ثوابها، لا تأخذ ثوابها فقط، لكن ليس عليك إيه؟ إثم. وشاهدوا في ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم، قال وماذا عليه بعد ذلك؟ قال عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، قال وعلي بعد شيء، علي شيء بعدها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. والصيام قال له رمضان، قال له في حاجة؟ قال له إلا أن تتطوع. والزكاة قال له إذا كان عندك قد كده طلع، إلا أن تتطوع. فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني هعمل الفرائض بس. في حديث يقول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية يقول أفلح وأبيه إن صدق. طب وسيدنا النبي قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفرته أن يقول إيه؟ لا اله الا الله، كفرت اقول لا اله الا الله. طب ازاي النبي يقول احلف افلح وابيه؟ الامام البيهقي قال لك ده بيجري مجرى الكلام، بيجري مجرى الكلام يعني ايه؟ يعني بيخرج عفوا، بيخرج من الانسان عفوا، لا يقصده، يخرج ايه؟ عفوا ولا يقصده. ربنا سبحانه وتعالى يفقهنا واياكم في الدين، ويجعلنا واياكم
من الصالحين. اللهم أمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.